في تعليقها على دخول الصهاينة لمقام النبي هارون، أكدت وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب أن إرضاء الصهاينة من أولويات حكومة الدكتور عمر الرزاز. هذا التصريح يتوافق تماماً مع ما قاله المدير العام الأسبق لمؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، بأن حكومة الرزاز عدلت قانون المواصفات والمقاييس بهدف إدخال البضاعة والمنتجات المخالفة للقواعد الفنية والتي تؤثر على الصحة والسلامة العامة، مضيفا أن مشروع القانون سيسمح بعدم وضع بلد المنشأ، بما يساعد الكيان الصهيوني على إدخال بضاعة إلى المملكة الأردنية، لأن الأردنيين بطبيعتهم يرفضون المنتجات الإسرائيلية. والله يا دولة الرئيس، لم تترك لوالدك المناضل العروبي منيف الرزاز حجة، فماذا ستقول له وحكومتك ذهبت إلى مؤتمر المنامة الذي يمهد لصفقة القرن؟ وماذا ستقول له ورعايا العدو الغاصب يمارسون الاستفزاز في وطن الشهداء جهارا نهارا دون رادع؟ وماذا ستقول له والقوانين في عهد حكومتك صارت تصاغ على مقاس رغبة الكيان الصهيوني؟ ما رأي بقية وزراء حكومتك من أمثال جمان غنيمات ومحمد أبو رمان ومثنى غرايبة الذين أشبعون تنظيراً عن ضرورة معاداة الكيان الصهيوني قبل أن يسكتهم كرسي المنصب؟ والله يا حيف. يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، أنت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي، أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم الكراسي.